على قد ما في حكي عن الأم على قد ما الحكي ما رح يوفيها حق. من وين بدنا نبدأ؟ الأم هي أول وطن لإلنا لأنه كنا جواتها. الأم هي أول حب غير مشروط بالدنيا وأول مدرسة تعلمنا منها كيف نبدأ حياتنا ونعيشها. الأم أول حضن وأدفى وأحن حضن وأصدق حضن. الأم أول كنز بنملكه وأغلى شيء ممكن نخسره. الأم أحد طرقنا للجنة ووجودها بحياتنا هو جنتنا على الأرض. ويوم اللي بتغيب رح تعرف المعنى الحقيقي للغربة حتى لو عشت طول عمرك متغرب. الغربة إنك تفقد أمك، والعقوق إنك تزعلها، والبر إنك تحطها بعيونك، والأمل لما تدعي لك مهما عملت فيها لأنه قلبها ما بيعرف غير إنه يحبك. وتذكروا إنه كل أنثى أم حتى لو لم تلد.